فاحنا تحملنا وخدنا معركه قانونيه في بلدنا معاه. وكل مال عذبني ليه؟ انا ما اروحش الفيفا الاعلامي انا في ظهر بلدي سند من الشوكه. كلامي واضح؟ لو بقى ايه يعني انا طالع الاول في الانتخابات في الاول من اول يوم، سيبك من لبس طرحه وقعد يقول له ده عارف انا طالع الاول تمام، وتحديت الدنيا كلها، حد يطلع يقول طلع لي ورق تمام. ادي واحد ما اتكلمتش عشان دي بلدي، وقلت قبل كده بلدك هتاخدك تحطها شويه وهزوقك شويه تفرحك شويه تزعلك شويه، دي مصر. انا عندي مكتوب مذكره للفيفا في 197 صفحه توقف نشاط الرياضي في مصر الى الابد، موجوده خلي بالك. لكن انا هستفيد ايه ان انا اوقف نشاط الرياضي في بلدي؟ طب انا عايز استمتع بمحمد صلاح في كاس العالم تمام، عايز استمتع بطارق حامد اللي مش هلوه ان شاء الله يرجع باذن الله، عايز استمتع بلعيبه الفرق وكل اللي كان بيطالبني يزقني ان انا بيقول لك هو ليه مش عايز يروح الفيفا؟ ليه مش عايز يروح الفيفا؟ هم اللي كانوا هيهاجموني، يقول لك شوف الخاين اللي باع بلده تمام؟ عشان كده انا رفضت. ذاكرة عندي والدوله شافتها وقلت مش هقدمها تمام؟ حتى بعد ما حصل فترة توقف كده يعني هتنفذوا مش هتنفذ، وطبعا الوزير قاعد بيقول هندرس هندرس، طبعا كان في اسباب تانية يعني انا مقدرها يعني لغاية ما يتنفذ الحكم تمام؟ طب اذا كنت انا سكت من شهر 11/2020 هاجي بعد ما خدت الحكم بعد 24/10/2020 سند مش شوكة، لو السمن طب مش بقى رئيس نادي الزمالك، لو بقيت ايه تمام؟ المهم فالحمد لله ربنا وفقنا، وكل اللي كتب ان القرار مش هيتنفذ الكلام مش هيتنفذ الكلام ده كله ده طلع كلام فارغ، واللي عمل اشكال وللاسف بعض المواقع تاخد الكلام ده يا جماعه وتنشره، مش عارف مين اللي بيحشش عمل ايه واللي بيشم عمل ايه، كلام فارغ. وايه